بتاكل الناس دي بتاكل عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس دي السلام ورحمة الله وبركاته. دي واحدة يا استاذ. الناس دي بتاكل عندي اهي. شوف بقى الفسيخ قدامهم عامل ازاي ما شاء الله. هما كانوا كده اهو. معلقتي كمان واحدة. الناس دي لا بسم الله العظيم. هجيبك انت؟ لا مش لازم يعني خلاص. ها؟ تلاه؟ جميل ايوه اتكلم بقى. تسلم ايدك والله جميل. ان شاء الله يبارك لك من المحل. بس هو مش عايز اجيب شكله علشان خاطر الفسيخ اهو الف نصيحة للناس اللي مشتاقين للفسيخ. تسلم ايدك. احنا انا بروح قبل ما ادرس السماية وما لناش في وقفة. يقول لي بقى الفسيخ حلو. تسلم ايدك جميل. الله يخليك. جاي لنا من محل اهو يا جماعة. انت جاي لنا من ايه؟ محل ابو مش بتقولي من متر الغرقة؟ طب خلاص ماشي. هما مش عايزين يصوروا، هما عايزين يصوروا الفسيخ انما احنا لا. جايبين عيش جميل اهو اللي تحت الرب ده اللي انتوا بتحبوه الفسيخ. ويلا تعالوا بقى انتوا الخروج. يلا سلام.